التعيينات الإدارية تعنى بتعيين الموظفين من جميع الفئات وصولاً وتدرجاً إلى الفئة الأولى. التعيينات بلبنان هي مجموعة تقاسم حصص بين الناس الكمان متقاسمين الدولة بحد ذاتها أو المراكز الأساسية بالدولة أو ببعض المطارح المحتلين هذه المناصب الأساسية بالدولة. التعيينات هي عقدة العقد، عقدة كادت تطيح بالحكومة، وبمنطق تبسيط الأشياء يمكن القول إن حكومة نجيب ميقاتي تواجه أزمة سياسية غير مستعصية عنوانها المباشر والجذاب التعيينات. هذه التعيينات نصت عليها أحكام الدستور اللبناني لناحية آلية معينة مختصرة بما يلي. المادة 95 من الدستور يلي عدلت بالطائف قللت الحيز الطائفي في التعيينات وأعطت مجال أكبر للكفاءة وللجدارة في التعيين، مما يعني استبقي على التوزيع الطائفي باختصار في الفئة الأولى، وما دون ذلك أصبح محض جدارة وكفاءة هذا في الدستور. وفق المادة 65 من الدستور مجلس وزراء يدرس ملفات المرشحين لملء جواغر إدارية معينة، ولكن على أساس سلم معياري موضوع من قبل الإدارة المختصة ووفق جدول أولويات وترقيات وجدارة. فينتقي مجلس وزراء مجتمعاً بناءً لاقتراحات الوزارية الشخص المناسب بالإجماع، وإذا تعذر فبثلثي عدد الوزراء. ولكن اللعب على الدستور أدى إلى مد اليد السياسي والطائفي في التوزيعات بعيداً عن هذا المعيار الدستوري. النص هنا هو الدستور، أما العرف فهو ليس العرف الدستوري بل ما تعارف عليه اللبنانيون. صار العرف هو أقوى من الدستور، وحتى اتفاق الطائف نص على أنه ما في في نص بنص من دون توزيع الوظائف، ولكن كل واحد اليوم بغض النظر عن طائفته مسيطر على وظيفة وشايف أنه إلى منافع محددة وهون عم ينفذ مصالحه وما بده يتخلى عنها. فتقاسم الحصص بصير المشكلة وقت منوع على ما قدرنا نتقاسم بالشكل الصحيح، وقت حدا بده ياخذ من حصة الثاني أو الثاني بيعتبر أنه أنا إلي حصة كتير كبيرة على قد حجمي السياسي أو حجمي على الأرض ماني عم بقدر بخدها. وقت المنصير عم نختلف كل واحد بده ياخد من شقفة التانية من هالقطعة الجبنة عم بيصير الخلاف. الخلاف بيوقف الدولة لفترة، بيرجعوا بيعملوا تسوية سياسية عليها. يعني كل اللي عم نشوفه هلأ أنا بعتقد أنه هو جزء منه مشهد مسرحي. جمعة الجاي بيصير أنه أعطيني لأعطيك، مرق لي هون بمرق لك هون، بترجع بتركب التسوية لأنه الحكومة الحالية إذا فرطت مش ممكن تقعد تتركب، وإلهم مصلحة كل الناس الموجودين فيها أنه ما تفرط.